السلام عليكم، مرحبا بكم في كيزين دناولا. اليوم نعملو دي سالي بلس اون فارسا كفتة تاع الدجاج. دونك نبداو بلاباط. نحتاجو كاس دافي تاع الحليب، ربع كاس تاع الزيت، بيضة وحدة، نص خمارة، شوية تاع الملح، نص معلقة تاع السكر، نص معلقة تاع الخمارة تاع العجين، ولا فارين باش نخلطو. نبداو بالحليب، خمارة والسكر، نخلطوهم نخليهم 5 مينوت لا 10 مينوت باش هذيك الخمارة تطلع. ومن بعد نزيدو الزيت، البيض، ونخلطوهم، نزيدو الملح حوسي، ملح تعملو نص معلقه صغيره، ونخلطوهم. في لافان نعملو الخماره واللافارين حتى نلمو العجينه. هاد لاغوش عملتها لكم ديجا وحده تشبه لها، بصح عملتها هذاك لو مومون ما كنتش نهضر في لي فيديو، كنت نعمل غير لا ميوزيك. دونك كاين اللي بالك ما فهموش بالكتابه ولا تشوفوها هكذا خير، بصح لا فورس ماشي كيف كيف الاخرى بالطون، هادي بالكفته. تقعدوا تزيدوا لافارين حتى العجينه تاعكم تلتم. كي تلمو لاباط تاعكم بلا فارين تعجنوها مليح حتى تولي خفيفه بزاف، تولي كيما القطن. تخليوها 15 مينوت تريح، ومن بعد نعملو لا فارس فيها كابويا، زرو ديال بصل، فيون داشي، سكينجبير، ملح، فلفل كحل، وفخوماج. نبداو بالزيت، نعملو البصل يتقلى، بصل تخليوه حتى يدبل عاد باش تزيدو الكفته. دروك نزيدو الكفتة ونقليوها مليح. ما تكتروش لي زيبيس كي تكون عندكم الكفتة ديجا فيها لي زيبيس. دروك نزيدو لي زيبيس ونزيدو الكابويا والزرودية. كابويا والزرودية نحب نعملهم بزاف لي فاس باسكو تجي بنينة بزاف، سيغتو كاين لي ولادهم ما يحبوش كابويا ولا لي ليغيم، تعملوها لهم هاد لافاسون ياكلوها تجيهم بنينة. اون بليس ما يفهموش كامل اسمها هذاك. ومن بعد اللي يحب يعمل شوية تاع الزيتون يعمل يجي بنين. وفخوماج اوسي عملتو في كي كان عادي يطيب باش شويه يدوب، باسكو يمشي نعملو كيما الغولي، دونك ما خصنيش الفخوماج تقعد لا فورم تاعو باينه، كي يدوب شويه ما يجيش باين. نورق لاباط، نورقها الماكسيمو حتى تولي رقيقه. كي نورقها نعمل لافارس من الفوق ونبدا نلوي فيها. تشوفوا معايا الطريقة كيفاش.
كامل تلافاح زيت الفرماج غابي، ومن بعد نعملهم في البلان، نزيد نخليهم شويه يريحوا واحد 15 مينوت، ومن بعد نزيد لهم البيض، عملت شويه تاع جون دوف بالحليب باش يحمروا، ندخلهم الفوق، نزيد شويه تاع نزيد شويه تاع السانوش من الفوق. ما تعملوش الفرماج من الفوق باسكو هذيك لا فورم تاع اللي تجي كيما الاسكارغو تمشي، ديجا الفرماج راه لداخل. فوالا هادو هما لي صالي تاعنا تاع اليوم، جيسبر عجبوكم، جيسبر عجبتكم لا غوسيت. اللي عجبتها تعمل جيم في لا فيديو، ونتلاقاو في غوسيت جديدة ان شاء الله. ما تنساوش ابوني ماشين يوتيوب. بسلامة.